تمام كده؟ يبقى انت ممكن تستخدم الشكل ده، ممكن تستخدم الشكل ده على حسب ايه؟ المتوفر عندك والناس تانية. اللي عندك فيه كومبوننت واحده دايما استخدمها. انت هنا مشكلتك في البرسونلايزيشن، ان انت في عندك فيه تو كومبوننت. بينما هنا المجنتيك فيلد عندك فيه ايه؟ وان كومبوننت. نفس الكلام ممكن تعمله هنا، اي نوع عباره عن اهو. الابسوليوت بتاع اتش نوت. سكوير مقسوم على الابسوليوت بتاع الايتا 2 في اي باور نيجاتيف 2 الفا روت ار في الاخر برضه في كوساين ايه؟ في كوساين سيتا 2 في اتجاه الكورليشن بتاع الايه؟ بتاع الكورليشن. بص عليه كده دوت
يعوضوا الحته دي. فاهم قصدي؟ يلا بص، لو مش كده ممكن نعدلها في الكلام اللي جاي عليه، بس كده كده اصلا في الاخر الترانسميشن كوفيشن ده ينفع ان هو يجيب له ريليشن ما بين الاي ترانسميتد والاي انسنت، وينفع برضه يجيب له ريليشن ما بين الاتش ترانسميتد والاتش انسنت. هو بيبقى الاختلاف ما بينهم ايه؟ شرط نيجاتيف بس. ايه؟ ليه الاشاره؟ لان كده كده اللي بيحصل ايه؟ انك بتلاقي ان الدايركشن اوف كوفيشن بتاعك اللي بيحصل ممكن يتغير، مش انت مثلا وانت ماشي في انسنت هو طبعا ما بين الترانسميتد وما بين الانسنت مش هيبقى اختلاف، هو الاختلاف دايما بيبقى ما بين الايه؟ الانسنت والريفليكت. ليه؟ لان الانسنت انت ماشي كده ولقيت مره واحده انت عامل ايه؟ انت عامل كده، ففي حاجه هتتغير. انت بتفترض ان الاي دايما هي اللي ثابته، يبقى ايه اللي بتغير؟ الاتش بتاعك. تمام كده يا جماعه؟ طيب وايه اللي بقى كمان انا اجيبه هنا؟ ان انا اعرف الفا ضد ار ده بيساوي كام؟ طب هو الفا ضد ار ده شكل ايه؟ زي ما احنا قلنا الويف بتاعتي مش ماشيه بس في اتجاه الزد، ده انا عندي جزء ماشي في اتجاه الزد وعندي جزء ماشي في اتجاه الايه؟ الاكس. فبالتالي الالفا دي هيكون ليها تو كومبوننت. الالفا دي هيكون ليها تو كومبوننت، ازاي؟ هيكون ليها الفا دي هي عباره عن ايه؟ عن الفا 2 اكس في اتجاه الزد. زائد الفا 2 زد في اتجاه الزد. السؤال اللي انا عايز اساله، لو انا عايز احسب الجمل كام وعايز احسب الجمل كام، حد ممكن يقول لي الجمل ازاي؟ انا عارف والله ان الناس اللي بس يعني معلش يعني الناس بس تحاول يعني ها سيكه بس كده. هو دي اخر مساله خلاص هنتكلم فيها، بس انا عايز الحته دي تكون وصلت كويس. يعني ازاي هنا اجيب الفا 2 اكس وازاي اجيب الفا 2 زد؟ طب سؤال تاني، الالفا 2 اللي انا حسبتها هنا دي ايه علاقتها بالالفا 2؟ ده الماجنيتيود بتاعها صح؟ ده الماجنيتيود بتاعها، يبقى ده هو عباره عن الماجنيتيود بتاع الفا ايه؟ بتاع الفا 2. تمام كده يا جماعه؟ ده يعتبر الماجنيتيود بتاعها. فانت لو جيت دلوقتي عايز تجيب الفا 2 ديت انت ممكن تشوفها على انها ايه؟ على انها الماجنيتيود بتاع الفا ده مضروب في ايه؟ مضروب في ساين سيتا ترانسميتد في اتجاه يو اكس زائد كوساين سيتا ترانسميتد في اتجاه ايه؟ اتجاه يو زد. صح كده ولا لا؟ الكلام ده جبناه منين؟ لما انت كنت هنا بتتكلم في الحاله بتاعت البيرفنديكولار بولايزيشن انت هنا مش كان عندك اي باور نيجاتيف جي بيتا 1 وجوه القوس عندك اكس ساين سيتا انسنت زائد زد كوساين سيتا انسنت؟ تمام؟ لو انا جيت هنا قلت لك طلع لي البيتا فيكتور هيبقى البيتا عباره عن ايه؟ عباره عن بيتا 1 مضروب في ايه؟ في ساين انسنت في اتجاه الايه؟ اليو اكس زائد كوساين ايه؟ انسنت في اتجاه اليو زد. هو البيتا 1 ده بيعبر عن ايه؟ ما هو ده الماجنتيود. طب لو انا عايز اجيب البيتا في اتجاه الاكس او عايز اجيب البيتا في اتجاه الزد ساعتها هيبقى بتساوي كام؟ اضربها في الساين واضربها في الكوساين. تاني الحته دي تاني دلوقتي انا قلت ازاي الاكسبرشن ده كده؟ الالفا زي البيتا. لو انت جيت بصيت كده على الحاله دي انت شايف ان كي باور نيجاتيف جي بيتا 1 القوس هو اكس ساين سيتا انسنت زائد زد كوساين سيتا انسنت. تمام؟ الشكل ده جه ازاي؟ عن طريق انك ضربت الاس، ضربت البي البيتا فيكتور ضربتها في الار. البيتا فيكتور ضربتها في الار. تمام؟ البيتا لما تيجي تضربها في الار، الار هو عباره عن مثلا اكس يو اكس زائد زد يو زد. يبقى البيتا معنى كده لو انا قلت لك طلعه من الشكل ده هتقول ان هو عباره عن ايه؟ بيتا 1 افتح كوس مضروب في ساين سيتا انسنت في اتجاه اليو اكس زائد كوساين سيتا انسنت في اتجاه اليو زد. طب البيتا 1 ده ذات نفسه بيعبر عن ايه؟ عن الماجنتيود. طب والساين والكوزاين اللي انت ضربت فيهم ده بيديك قيمه البيتا في اتجاه الاكس وقيمه البيتا في اتجاه الايه؟ الزد. فايكويفلنت ليه؟ لو انا عايز اجيب الالفا ده يبقى فيكتور هجيبه ازاي؟ هبقى ان هو ابسوليوت في ساين السيتا بس انهي سيتا بقى؟ الميديم 2 اللي هي السيتا ترانسبيرت في كوساين السيتا ترانسبيرت. تمام؟ لما انتوا تيجي تبصوا
تبص للشكل ده هتلاقي ان كل حاجه عندك هنا وكل حاجه عندك هنا بصفر. المطلوب مني بعد كده اقسم الاثنين دول مع بعض. تمام؟ اخر نقطه. هو بيقول لك ايه؟ الديستنس اللي انت مشيتها تحت الموشن سيرفيس وير ذا فيلد انتنسيتي هاز بين دايمنشن هاي سيرفيس ديستنس. طبعا احنا اتكلمنا عن النقطه دي كتير. احنا اتكلمنا عليها ازاي؟ ان احنا انت بتبدا مثلا اي نوت. بعد كده لما بتمشي بتبدا تبقى قيمتك ايه؟ اي نوت في اي باور نيجاتيف الفا زد. بس ايه المشكله اللي عندك دلوقتي؟ ان الويف بتاعك هتلاقي بيحصل لها ايه؟ الديلويشن في الاتجاهين. الاكس والزد. السؤال بقى هنا الاهم، طب انا احسن من الديلويشن اللي في الزد ولا احسن من الديلويشن في الاكس؟ في المساله دي لما انتم ان شاء الله ما تحلوها اول ما تطلعوها هتكتشفوا ايه؟ اول حاجه ان الستا ترانسميتد دي حضرتك معاك 0.3 ديجري. 0.3 ديجري يعني انتوا متخيلين كانها طالعه كام؟ كانها طالعه زيرو. الناس متخيله تاني الستا ترانسميتد هتطلع 0.3 ديجري. يبقى كانها تقريبا طالعه كام؟ زيرو. يبقى كان الويف كلها وهي داخله الكومبوننت اللي دومينت فيها هو الزد ولا الاكس؟ الزد. تمام؟ فانت بتقوم قايل ابروكسيميتلي انا هقطع ايه؟ ان الاتنيويشن ده كله موجود في اي اتجاه؟ الزد. موجود في اتجاه الزد. وفي الاخر تقوم قايل بقى الحاجه المعروفه انك تقوم قايل ايه؟ انا عايز اجيب 20 لوج اي باور نيجاتيف الفا الدي عايزه يساوي كام؟ نيجاتيف سيركلز. مش هينفع الاتجاه. ولو جابها لك هيقول لك هات الابسوليوت. عمره ما هيجيب لك انك تجيب في الاتجاه ده وفي الاتجاه ده. لا لو قال لك هات الابسوليوت يبقى انت ساعتها كده الديستنس اللي انت هتجيبها هتبقى الديستنس دي. فاهم قصدي ايه ولا لا؟ طيب. انا عارف ان انا طولت عليكم وعارف ان انا زهقتكم. الحمد لله احنا كده خلصنا. اتمنى ان انتوا يعني الترم دوت كان خفيف عليكم. طبعا عارف ان انتوا عاملين حاجات كتير جدا فيه وعارف ان كان فيه ضغط كتير وفي مشاريع وفي كده، بس في الاخر يعني صدقوني الحاجه دي بتبقى ميزه ليك. بعد ما تتخرج بتلاقي نفسك ان انت اي شغل انت بتحط على دماغك بتبقى بتقول عادي انا اتعودت على اصعب من كده. اتمنى ان انا كنت شفتكم الترم دوت واتمنى ان الماده تكون لذيذه وان شاء الله الدنيا تكون في الفاينل.